لا أخفيك، البرنامج الوطني للحد من الهدر نزل أرض الميدان، الله يكرمك ويكرم السامعين، للنفايات بنفسها، وبدأ ياخذ عينات. يعني في برامج حتى في فيديوهات مصوره في المواقع الالكترونيه لهم، ويسوي عمليه جرد، ويسوي عمليه مسح ميداني للعينات. يعني شيء، يعني الكلام اللي احنا نقوله، احنا الجماعه البرنامج نزلوا لارض الميدان وجمعوا عينات من خلال ناس مختصين. فاليوم هي مشكله موجوده، هي قضيه. لا نقول لا 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 تطبخ، لا اطبخ، لكن اللي أفضل شخص يستطيع أنه يقرر هل عندي هدر ولا لا، الشخص نفسه اللي هي ربة البيت ورب الأسرة والعائلة مجتمعة. انظر ماذا تضع في النفايات من بقايا طعام، هل عندك بقايا طعام؟ إذا عندك هدر لازم تحسن الوضع. طبعا أنا أعتقد يمكن سألت اللي عملية الحلول. الحلول طبعا اليوم عشان أشخص عملية الهدر، احنا طبعا قلنا 33%، لما ناخذ ال 33% اللي هي 4 مليون طن، نجد 21% من هذه النسبة في مرحلة الإنتاج ومرحلة الحصاد، و 4.5% من ال 33% نجدها في مرحلة المناولة والتخزين، و 1% في مرحلة التجهيز والتعبية، ومرحلة 16% وهي الأكبر في مرحلة سلاسل الإمداد الأولى اللي هي في مرحلة التوزيع. كيف الأكبر؟ في عندنا أكبر من الرقم اللي في البداية، عندنا 21. أي 21 وهذه 16. طيب ال 21 أكثر بالضبط طبعا في الإنتاج. في الإنتاج إيه نعم، لكن في مرحلة التوزيع اللي هي المرحلة الأخرى بعد مرحلة الإنتاج عندنا هي أكبر في المراحل الثلاث. عندنا مرحلة الاستهلاك تمثل 57%، هذه هي خلينا نقول سلسلة الإمداد النهائية للمساهم. تقريبا تعادل كل، لكن طبعا إذا أنا حسنت هنا برضو، لأنه هنا نسبة الفقد تقريبا من 33% نسبة الفقد اللي هي في مرحلة سلسلة الإمداد الأولية، عملية التجهيز والتخزين 14.2، ونسبة الهدر عند المستهلك 18.9. الإجمالي الفقد هنا وش مقصود فيه في الإحصائية هذه؟ الفقد اللي هو عملية التلف، عملية خسارة المنتج قبل تجهيزه قبل تجهيزه، والهدر بعد تجهيزه.